طبعا خلينا ان ابو حسين، وش قلت ابو حسين حبيبي؟ حسين الله يحييك، الله لماذا لا يلتقي المعلمون؟ ايوه في الاجازات. نحن استاذ الفاضل معلمون ابو حسن، وين رايح حبيبي؟ مو عندهم الا هالاجازه يعني طول السنه، 4 شهور ما تكفي انهم يشوفوا بعض؟ ها لا مو حق نوم، اقول لك لا ما يكفي يعني تشوفوا بعض كمعلمين. بالضبط انت كيف حسبتها 4 شهور؟ لا بغض النظر، شهر اعتبرها شهر. اعتبرها شهر؟ ايه. طيب اذا انت ما عندك الا هالشهر ايه. طول السنه ايه. فاضي تشوف معلمين زملاء؟ ما تبغى تشوفهم اكيد. صحيح، صح ممتاز، كلامك جميل. ابو احمد حبيبي ما يبغى يجاوب، ابو احمد ما ادري ليش، بس ابو احمد انا مهم عندي جوابك الصراحه، يعني خاصه انت يعني تمثل يعني الجيل الذهبي للمعلمين. يعني لماذا لا يلتقي المعلمون في الإجازات؟ هناك عدة أسباب يعني، ولا هنا الآن أيضا لا تنسى قناة التواصل لها دور طبعا. ما تعتقد أنها دورها سلبي أكثر من إيجابي؟ ما يعتبر سلبي، بانشغال الناس أكثر. يعني الإجازة أحيانا تكون هناك ما هو مسافر مثلا، سافر شهر شهرين ثلاثة، من هو يأتي من هو مسافر فيسافر لله. حياك الله، الله يتقبل، الله يتقبل، الله يتقبل، الله يتقبل. هلا 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 هلا، حياكم الله ان شاء الله، الله يتقبل ان شاء الله. حياك الله. ايوه كمل يا ابو احمد. المكان والزمان له دور يعني، بس ما تلاحظ يعني ان في السنوات الماضيه كنا كمعلمين نلتقي مع بعض سواء في الاجازات غير الاجازات قبل الواتساب طبعا. الحين هل تعتقد جروبات الواتساب هي سبب في عدم لقياهم؟ طبعا لا يكون سببا، ولكن كما قلت هناك عدة أسباب. هذا الناس أيضا الآن المشاغل والاشتغال بها والاشتغال بها. في كلمة تكررها دائما يعني تحب تقولها لو ما تحب تقولها؟ لا ما خلاص أكيد هي كلمة الحسنة تقال. تصلكم في شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الأحوال؟ كيف الصحة؟ كل عام وأنتم بخير، عودا حميدا. والله أنا صراحة شيخنا إذا شفتك ينشرح صدري، والله والله ينشرح صدري يا شيخنا. زين، لماذا لا يلتقي المعلمون في الإجازات؟ هذا سؤالي. هناك من يلتقي وهناك من لا يلتقي. لنأخذ مثال، نحن لم نلتقي 4 شهور، لم نلتقي جميعنا إلا بالصدفة، واحد شاف واحد مثلا. هناك بعض الفئات التقى مع بعضهم. التقوا يعني هناك شلل يعني تكتلات. تكتلات، حلو جميل جدا. تحزبات جميلة هذه التحزبات، بس لا يجب أن يكون هناك تحزبات، ولا وش رأيك؟ أبو ناجي صباحك الله بالخير، كيف حالك؟ الله وجهك مبتسم ومشرق من الصباح، يعني يعطي الواحد كذا نوع من الأريحية. قل لي ليش المعلمين ما يلتقوا في الإجازات؟ في عدة أسباب. السبب الأول ربما السفر. حلو. ثانيا ربما يكون هنا علاقة، العلاقة العادة اللي تكون بين المعلمين علاقة عمل. علاقة عمل، زملاء شافوا بعض في المدرسة وينتهوا يروحوا بيوتهم. يمكن علاقة قوية، بس بعض لما ينقلوا من المدرسة أو تبدأ الإجازة تنقطع العلاقة. لماذا؟ لا للعودة. أبو أحمد يقول بسبب الواتساب هو اللي خربنا، وش رأيك؟